رجعت لكم بعد الفاصل. شوربة التربية بالمشروم شايفين شكلها جميل ازاي؟ هغطيها عشان ما تبردش. عملنا ايه فيها؟ كان عندنا مشروم، وكان عندنا نص كيلو فراخ، وكان عندنا بصلة متقطعة، جزراية كام شريحة كده، فص واحد ثوم، حطينا زبدة او زيت زي ما نحب، ومع مستكة، وشوحنا المشروم وفص الثوم، وبعد كده نزلنا بالبصل وحطينا الحبهان وقلبنا. لما ريحة البصل فاحت خرجت زيوته العطرية الجميلة كده هوت وملت المكان، وبقت الريحة فعلا حلوة. هي اللحظة دي نكسب فيها طعم الشوربة. على طول المية سخنة بتغلي، نروح حاطينها عليها، وما ننساش ان احنا مشوحين برضو جزر. تغلي بقى المية معاها ونحط ملح، عشان الفراخ اول ما هتتحط هتستوي، عايزينها تتشرب كل الحاجات في نفس الوقت، بس نأجل الفلفل الاسود لحظة بعد الفراخ بشوية. غليت كويس، هنحط الفراخ. الفراخ بقى هنا اهو، اول ما هتنزل الفراخ باردة ونسيجها طري على طول عشان تقفل مسامها، هتروح مصة شوية كده هوت حلوين من الشوربة اللي معمرة ديت اللي مليانة بالحاجات الجميلة وريحة الحبهان والمستكة، وهتتقفل مسامها. ما بتحتاجش تقعد أكتر من 7 دقايق. ليه؟ لأن بعد ما هتقعد 7 دقايق هكون مدوبة معلقتين الدقيق في نص لتر اللبن وأحطه، هتقعد لها بتاع 3 أو 4 دقايق تاني، يعني أخدت من 10 لـ 12 دقيقة. أكتر من كده على صدور الفراخ المقطعة بتنشف وما بتبقاش حلوه. وانا وريتكم قسمت حته وشفتوا قد ايه قلبها مستوي. دي شوربه التربيه بالمشروم الجميله بتاعتنا، اللي حاطين عليها كريمه ولا قشطه وخفيفه. دلوقتي بقى بما اننا يعني وحطينا بقى حبه بنجر، عشان انا عايزه ادخل البنجر في اكلنا، في ناس مش بياكلوه كده اهو، فهو متداري في الشوربه مديها لون حلو، وفي نفس الوقت طعمه مختفي، في طعوم تانيه طاغيه عليه، المشروم والفراخ طاغيين عليه. هستغل بقيه البنجر المسلوق ومهروس عندي، وهعمل ايه؟ اي بنجر بستعمله في حاجه بسلقه بقشره طبعا، وبعد ما اسلقه كويس اقشره واهرسه او اضربه في الكب. جبت زبادي، وهجيب بوله ومعلقه، وهفضي الزبادي. سلطه الزبادي عاديه، سلطه الزبادي اي شكل عايزين نشكلها بيها تتشكل. ونجيب الهون الجميل بتاعنا، ونجيب فصين ثوم وشويه ملح. مش هنعمل فيها حاجه غير ان احنا هنحط ملح وفلفل اسود مع المشروم، مع البنجر. هسلك الثوم بس كده اهو، طرف المعلقه بس. هوني الجميل ده بيخلي الثوم يتدق على طول بس كده اهو. وهاخد الثوم وهاخد عليه شويه بنجر لحد ما اوصل للون اللي انا عاوزاه. انا اشوف هنا طافيه، بص المنظر اللون بقى جميل ازاي. شويه فلفل اسود، وهحط رشه ملح تاني، لان رشه الملح اللي حطيتها مش كفايه، لان البنجر مسكر. بصوا انا دايما بعزز طعم السلطات بسكر، هنا ما احطش لان اصلا البنجر بيطلعوا منه سكر، فهو اصلا يعني حاجه مسكره وجميله. مع حبه زيت صغيرين، واحلى سلطه عندنا. بصوا بقى النهارده انا جايبه لكم بتنجان نخزنه، هنخزن بتنجان كمان. ليه لا، هحطه بقى على جنب كده وبعدين اغرفه، بس اوريكم الاول هنخزن البتنجان ازاي. البتنجان الابيض انا جبته ولسه مقوراه حالا عشان ما يسودش، وهحمره في زيت، وبعد ما احمره اسيبه يبرد واعبيه في اكياس واشيله في الفريزر. ساعه ما اكون عايزه احشي محشي اطلعه، صحيح بيبقى عامل كده شويه وبيدوخنا في حشوه، بس عايزه اقول لكم انه طعمه بيطلع اجمل بمراحل من البتنجان حتى الطازه اللي احنا عاملينه دلوقتي. هحمر بقى البتنجان، الزيت عندي سخن، وعندي البتنجان الاسود بتاع التخليل بيجي علينا برضو اوقات مش بنلاقيه. هجيبه وهشق كل بتنجانيه كده شق بالطول،
اهو كل بتنجانيه شق بالطول، وهحمره. هحمر بقى البتنجان دوت في الزيت برضو، وهشيله بعد ما يبرد في اكياس واحطه في الفريزر. يطلع بقى انا عندي الفلفل اللي انا فرماه ومخزناه اللي هو الهريسة، عندي فلفل مشوي، كل الحاجات بقى الحلوة اللي بنخزنها دي لو فارمين توم ومخزنينه هاخد على طول واعمل خلطة وحشي، وابقى ما تعبتش. وفي نفس الوقت الوقت اللي البتنجان فيه غالي انا حشيت بتنجان، خللت بتنجان وحشيت بتنجان. بس هجيب حاجة اقلب بيها هنا البتنجان، بس هو بيتحمر على طول. احس ان البتنجانية بس اتشربت كده بالزيت، واطلعها ولازم اصفيها من الزيت اللي فيها واحطها في اكياس، بس استنى عليها لما تبرد. يعني انا في الحلقه مش هقدر احطها في الاكياس قدامكم، عشان ده لازم، عشان في زيت لازم نستنى عليه لما يبرد. هطلعه وهحطه في الطبق قدامكم كده، واجيب البتنجانيه. انا مش قادره ابص لكم عشان الزيت، انا ببقى مرعوبه وانا بعمل حاجه في الزيت، فاعذروني. وانا بعمل حاجه في الزيت ببقى باصه في الزيت مش باصه لحد. الزيت يا جماعه خليكم حذرين جدا منه، لان درجه غليانه اعلى بكتير من درجه غليان الميه، فلازم ناخد حذرنا. يعني اعقلها وتوكل، بنشتغل مع زيت نحترمه. هجيب بقى منديل وهطلع عليه البتنجان وهسيبه خالص لما يتصفى. خلوا بالكم ده متقور، يعني ممكن نلاقي ايه شارب زيت من جوه ومن بره، فلازم نصفيه كويس. هو مشكلته بقى الوحيده البتنجان اللي بيتخزن متحمر ان هو بيغلب حشوه، دي المشكلة الوحيدة بتاعته. بس بقى اللي عاوز عنده عزومة وبيحب، يعني احنا عندنا هنا هوت في بيت العيلة، هنا هوت في مطبخ روايح من بلدنا، بيت عيلتنا كلنا، بنحب بقى بيبقى عندنا عزايم كتير، واللي طالب بتنجان واللي طالب ورق عنب واللي طالب كرنب، فبنبقى عايزين نشيل حاجات علشان اللي يطلب حاجة نعملها له. بس وهنسيب بقى ده كمان يتحمر، وهسيب البتنجان هنا اهو قدامنا يبرد، وهجيب طبق واغرف مين؟ اغرف السلطه. بص لونها جميل ازاي ويفتح النفس، احمر وجميل، مش محتاجه زواق، هي مزوقه نفسها. انا محمصه عيش علشان حاجتين، ناكل بالشوربه، ناكله مع شوربه التربيه، وناكله مع سلطه الزبادي اللي بالبنجر. وهحط كده العيش اهو، ارصص كده وحدات من العيش. بصوا العيش عشان يفضل شكله مثلثات حلوه كده، بعمل ايه؟ بدهنه بالزيت وبرصصه في صينيه، وبحط صينيه تانيه فوقيه وادخله الفرن شويه، واروح شايله الصينيه التانيه، يفضل مفروض كده اهوت وشكله جميل. والفرن يكون هادي جدا، يعني انا بسخن الفرن، وده عيش شامي يعني بسخن الفرن واطفيه، ما بسخنش الفرن واسيبه، لا بطفيه واروح حاطه، بيتحمص على صهد الفرن. بس ادي كده اهوت مثلثات العيش الجميله بتاعتنا. انا مش عاجبني شكل المثلث ده، هشيله احط المثلثات اللي شكلها حلو. وادي الطبق بتاعنا الجميل اهو، وهقلب البتنجان هنا برضو مش هنساه. انا بقى هطلعها هحطه في الطبق، بس بعد الحلقه هتشوفوه كده اهوت في على الشاشه وهو متكيس، انما انا مش هقدر اكيسه وهو سخن. نجيب بقى نغرف الشوربه، ريحتها اول ما برفع الغطا فعلا جميله. مش هنغرف الجزر طبعا، كل ما اقول مش هنغرف الجزر يطلع لي جزر، وايه يعني نحط الجزر، انا عن نفسي بحب.
بصوا قوامها حلو ازاي، فيها الفراخ وفيها المشروم فيها كل حاجه. هحطها هنا كده وهجيب منديل وامسحها، وبرده هنحط معاها العيش الجميل اللي احنا محمصينه. بصوا طبقين سهلين ولذاذ ازاي. نحاول بقى كده واحنا بنرصص الطبق، يعني تبقوا شاطرين ما تكسروش العيش زي ما انا عندي عيش كده متكسر، بس احنا هنا هو بنشتغل والله بسرعه عشان نخرج الحلقه، فيعني لينا عذرنا برده في حاجات كتير. اهو هحط المثلثات الحلوه السليمه، وهشيل البتنجان، هجيب طبق تاني ومناديل تانية، مش هنشيله الا ما يصفي زيته. وتشوفوه بعد ما الحلقة تخلص على الشاشة وهو بتشال في الأكياس، يبرد وعلى الفريزر على طول. أطفي بس النار علشان منساش. بصوا منظر البتنجان مبهج ازاي، يعني حسيت ان انا عايزه ابتسم وانا مطلعاه وحاساه بالبهجه ديت. انا هسيبه طبعا هنا على المناديل علشان لازم يتصفى كويس، وبعد كده يبرد ونحطه في الاكياس. دي بقى كانت حلقتي او كان يومي معاكم النهارده، ودي كانت وصفاتي اللي انا قدمتها لكم، شوربه التربيه بالفراخ والمشروم والبنجر، وسلطه الزبادي بالبنجر، وتخزين البتنجان الاسود شقينه شقه عشان نعرف نحشيه بعد ما نطلعه من الفريزر، والبتنجان المقور بقوره قبل ما احمره على طول، بحمره وبسيبه يبرد واشيله في الفريزر. يا رب تكون وصفاتي عجبتكم وتكون افكاري عجبتكم. انا بتبسط قوي معاكم، وبالوقت اللي بقضيه معاكم بيخلص في ثواني، بحس ان الساعه بتروح في ثواني. لو عجبتكم وصفاتي استنوني في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا، انا دايما مستنياكم.